بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم هل البقدونس يسبب إلى موت الأرانب؟ طبعا إن شاء الله في هذا الفيديو هنحكي لكم بكل التفاصيل. ما تنساش أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة، ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة وتشجعنا في هذه القناة. طبعا أول حاجة هنقول لكم بالتفاصيل، ما تنساش أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. طبعا اول حاجة البقدونس دي مش بتموت الارانب خالص، بتسبب لها مرض بالاسهال. عارفين مرض الاسهال بيجيب لها اسهال للارانب على طول. يعني الناس اللي مربي ارانب او الناس اللي مبتدئ مشروع الارانب او الناس اللي عاملة مشروع الارانب بلاش توكلهم بقدونس، لان البقدونس ده بيجيب لهم اسهال على طول، بيجيب اسهال للارانب دي. تمام، وحبيت أوصل لكم هذه المعلومة البسيطة وعلى السريع، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.